والايام دي تجي كنا في لكن عم في لا الخبز عند البنيات كنت كان بيع جرائين بيت السلطان مولاي عبد كنت يهود بالطوموبيل من جبل كبير وحضرنا على بوديلو وارتش تتلقينا مع ابن سارايه يوسف الوهبي يوسف الوهبي ام كلثوم كلثوم بلاتي هذيك وتشوكوكو واسماعيل ياسين خلاص بنادم وكبرت مرشان عاود جابوني المصلى عاود جاب بحج الكبير خلنا فيه سكننا العافة شي 4 أو 5 سكننا فيهم والايام دي تجوع كنا فيلا كان عمرو فيلا على الخبز عند البنيات اللي بريتا كانوا كيقولوا لا بريتا اسبانيول هو اللي عملها على اسبانيول اش كيقولوا فرانكو عمل الحرب 36 حرب اهليه جماع المونه اللي كان في الخزاين كامله باش يعطيها للعسكر العسكر ديالو باش خلى الناس بالجوع ديك الساعه كان عندي 21 سنه كيفاش كان طنجة ديك الساعه؟ طنجة ديك الساعه فيها 50 الف سكان دابا كاين 1 مليون غام على قرن سيف في 47 جا محمد الخامس جا اهل بندو 9 ابريل تعقل على الزيارة 9 ابريل كيفاش كانت السوق برا وديك النهار؟ السوق برا كان السوق كيبيع الخضرة وكيعملوا العاشور والنواعر والفاكية عام 62 شدوا ديك الشيء عام 62 زولوا السوق برا بدا كيعملوا خصافات ديك الساعة كنت كنبيع جونال امريكان تايم ونايم ونوزويك وهيرالد تريبيون و ديارو اسبانيول لا ديبيش طنجي جازيت السلطان مولاي عبد العزيز بعتي السلطان مولاي عبد العزيز كنت كيعود بالطوموبيل من جبل كبير وحضرنا على بوديلو اسبانيول هاودو رافدين له اسبانيول رافدين له حتى الترن دفلو فاز بلوبيز السلطان مولاي عبد العزيز كنت كيفطر عند مدام بورت في الصباح وحنا باقي صغير كنت عارف طوله في السوق مرة كيعطينا الفلوس كيدور معنا كيعطينا الفلوس باندا بينا تابعينا كنمشي للسوق برا كيقول لنا صافي ولادي تقاضاو احمد جله في العربيه كيشبر الطوموبيل وكيمشي كان كيمشي بوحديتو ولا مع شي بوحدو كيشك البنك الشعبي اللي باب تياترو ماكش عارف اللي بغيت يضيع وهي البرينتا ملي سقفه كنا كنباتو فوق الرولوس وهنا صغارين غير كتعمل الخمسه الصباح كيفيقونا كيفاش كل واحد شحال كيديش كيدي 50 كيدي 100 كيدي 300 انا عندي 3 بواط كنبيع فيهم كنبيع في السوق الداخل عاود كنمشي لمالي بوليو الكوارتي د العسكر وكنمشي للكوريو نبيع في السوق الداخل بخمسه الصباح غير كتعمل 6 كتطلع البابور المسافر ملي كتعمل 8 كنكون في كوارتيز العسكر مالي بوليو كتضرب ديك الايام طاطي طاطا لي باطي كيبدو من الناس كتدخل ديك الساعه كنبدا بير كنبدا نسير لي كريديه اللي ساكنين تما كابيتانيش دارين تيس كورونيس كنشكلهم كنزيد تحت الباب حتى الوحده د النهار عاد كنجي نتخلص واللي فايقين هذيك الكريديه اللي هذيك كنبيع لهم ديك الساعه باقي الناس كيبيعوا الجرائد دابا سبع مابقاش بقات هاد الخدمه كاينه دابا حتى واحد مابقى كيبيع الكوازوت غير الحوادث وباقي الناس العواول اللي كانوا كيبيعوا ما بقاوش كانوا العواول كيبيعوا الحواس في الزنقه وكان واحد كيقولوا ما قال لي بغيت تصور المعكازين واحد يقولوا ما قال لي راجل كبير عاود عنده كل شيء هذاك بات هذاك مسكين هو واحد اخر كان عاود والدروس البوسطه الكبيره بوسطة البوليفار كبيرة عاود في الدروس عاود كان واحد هادو جوج الناس خدامين اللي كانوا كيبيعوا الكوز معنا وشحال ما بيعتي كتربح فلوس مزيان شحال ما بيعتي والو ما تربح والو كازيتا كترخيص هذيك الساعة كتعمل جوج كبار شنو هي؟ كازيتا كتعمل جوج كبار اسبانيول ديك الكوردا سبويط شحال زعما جوج كبار هي جوج البسيطات مثلا جوج كبار بحال جوج بسيطات اسبانيولا تعلم اذا كانوا الرخص ساكنين معنا باتيو تما تعلمت اسبانيولا شمن باتيو باتيو دو شيجيري مدريد
الرخص اللي كانوا هربوا من فرانكو هذيك غسلوه، كانوا ساكنين معنا في الكباتكو تما تاع الاسبانيولا. وملي جات كان بيع الكوازات كان هضر مع الناس بزاف، مع الالمانيين، مع النكالزا، مع الطلاهيين، مع كل شيء. شحال تعلمتي اللغات؟ عندي الطليانة، البرتغيزة، الإنجليزة، فرنساوية، ألمانية، وإسبانيولا. أين هما طنجاوي؟ طنجاوي قبل يكون سكران ماشي بالجلابة وقايز الحيط الحيط باش ما يعرفوش داز البنت وهي سكران. دابا خويا كيشرب غير شرب يشرب. طنجاوي ما كانش ماشي بالجليل ماشي الحيط الحيط باش ما يعرفوش. زعما كيحشم زعما. لا باش ما يعرفوش الناس وهي سكران. ماشي بحال هادو دابا. كانت الحشومة زعما. وشنو هو؟ دابا ما بقاتوش بقى كيحشم اليوم. شنو؟ كيعيطوا لي قرواي. كنت لها بالقورة. كنت لا كنية ديالك ولكن عندك شي اسم كيعيطوه لك كيفاش كتقول؟ قرواي. شنو المعنى ديالها؟ كنت كتلها بالقورة كيسموني قرواي. كنت كنقدح القورة. كيفاش زعما كيفاش شرحنا؟ كنشد نسمى لها بالقورة وكنخدعهم وما سموني قرواي. خويا خروج خويت من هنايا خويت من هنايا في 62. مشيتي؟ 62 مشيت نسيبية هذيك الساعة كانوا عندي مشيت غير مساري مشيت نسيبية مساري في ديك غرناطة كيقولوا لغرناطة شحال كنا كندخلوا ديك الساعة 10 بسيطات اليوم عملوا لنا شي 20 دليبرة فين كنتي كتدخل ب 10 بسيطات؟ هذه غرناطة قصر الحمراء غرناطة فين قصر الملك قصر الحمراء وكردوبة تا كردوبة على جوامع شنو دخلت والعرب تما يا اخي كانوا باقي العرب تما 62 كان ديك الساعة كان ديك الساعة فرانكو باقي برا ودخل ديك الساعة في اسبانيا حنا كنا عصاب كنا كنعصاب لوطير برشلونة في السبعينات 250 بسيطة في السيمانة انا خدمتها في كاتالانا دي كازا هادي تا الوراق ديالها مشيتي غير سياحة ولا مشيتي تخدم لا كنت مشيت غير كنت سارة عاد رجعت في السبعينات رجعت عاود عاد بديت كنخدم خدمت في برشلونة هي في كاتالانا دي كازا 2000 بسيطة كنا كنربحو وكنا نشوف في كايس كوديس واحد الحومة كيقول لك كايس كوديس 250 بسيطة في السيمانة قرو كنا كنبيعوه كنا كنبيعوه شحال 3 بسيطة باكيتي مي كنتو كتجيبه؟ من المرسى والماركات شمن ماركات قرو؟ كان تشيستر فيل تشيستر فيل ميريكان ماشي هادو دابا لا ميريكان اوريجينال تشيستر فيل لوكيستريك فيليت موريس فيليت موريس كامل ديك كامل كامل بيترو كامل بلا بيترو بالما بلا بيترو بالما بلا بيترو وديك بالميتا كارو جوكو دون هيل دون هيل و بلاير بلاير وباباستر شو شحال الكرو هذاك الانجليز هذاك الانجليز كامل هذاك ما كانش كيتباع بزاف علاش قاصح اللي كيتباع هو الكرو اللي كان بزاف ثلاث بسيطات الباكيتي حتى ولا كيعمل 3000 و 300 ديك صحابك اللي كانوا معاك وعاملين معاك هاد المغامرات باقي شي واحد ماتوا كاملين باقي واحد هو القراب بوغي هو اللي باقي صحابنا كامل عندو 96 سنة عندو كثر مني هو اللي باقي صحابي كاملين ماتوا وينو بس صرفية صرفية ماتوا كاملين واللي كانوا كيبيعوا القرو ماتوا كاملين كان كيجلس معنا في قهوة طنجة ماتوا كاملين خدمنا هي على الفلوس خسرناهم سيبناهم بطل كانوا عندي الفليسات كان عندي 250 مليون من الصباك الشعبي ديال تيترو وعندي 50 كنبيع وشري بها وارتيست تلاقينا معهم ساره هي يوسف الوهبي يوسف الوهبي يوسف الوهبي هم كلتهم كلتهم وبلاتي هذيك وتشوكوكو وسمع الياسين هادو كاملين كانوا سيرفونتي عملوا التمثيل حضرتي ليلون ويوسف الوهبي حضرت عليهم كنت كنعس على الطنوبيرة سيرفونتي ديك العقبة يوسف الوهبي دخلنا من عرف حد الصنادق دخلنا من عرف حد الصنادق جو عند بابا تاعي هنا جبت في السيطة قلت شنو هادي قلت انا سيب تاعي قال لي كسيب الفلوس قلت له شحال سنة دخلنا قلت له هادي بقل ما يعطيكش تشرب بها قرر ما يعطيكش تشرب بها احنا عندنا فلوس اليوم قلت له جان هنايا اسبانيولي
اش كيقولني مالك اسبانيولي خلي فلامينكو اللي كيغني انطونيو مولينا. انطونيو مولينا قلت له جات لي مولينا هنايا دخلنا له الصناديق عطانا 500 بسيطة كنت هما العرب ديالنا تعطينا بسيطة وحضرت وممكن تغني واحد المرة معاه ما بغاتش قلت له زعما تزيد واحد المرة كتغني نسيتها وقيله فاتن حمامة كان جات معاه فاتن حمامة كتمثل قلت له بسيطة والو زيدوا زيدوا عجبت قال بسيطة عطاها لنا بالدراع بغى يبكي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.